عاملين ايه؟ كي جي يا رب تكونوا كويسين وبخير، يا رب تكونوا بتذاكروا. يلا هنعمل مراجعه كده قبل ما نشرح حرف جديد. ماشي، اكتب الحرف الضال على الصوره بالحركه المناسبه. دي صوره ايه يا كي جي؟ صوره ايه؟ فيل. ده حرف ايه؟ حرف ايه؟ في. في حرف الفاء. حرف ايه؟ الفاء. في فاء تحتها ايه يا كسر يا كيجي؟ كسره. فاء تحتها ايه؟ كسره. تتكتب ازاي الفاء؟ هكتب كده دايره مضمونه فوق اللاين، تمشي على اللاين، تطلع تقف تاني وعلى راسها نقطه، على راسها نقطه. دي في؟ لا، ده حرف الفاء. طب انا كسرت بقي، في يبقى تحتها ايه يا كيجي؟ كسره. تحتها دي بقى يا كيجي صورة ايه؟ اسمها ايه دي؟ بقرة. دن. با. با يبقى حرف ايه؟ بقرة. دن. با يبقى حرف الباء. لما اقول باء فتحت ايه بق، يبقى احط ايه؟ فتحة. يبقى باء على راسها فتحة. يلا نكتب الباء، سنة صغيرة فوق اللاين، تمشي على اللاين، تطلع تقف تاني وتحتيها نقطة. باء على راسها ايه؟ فتحة. دي بقى صورة ايه يا كيجي؟ حصان. حي. حي صوت حرف ايه ده يا كيجي؟ حي. حي صوت حرف الحاء. طيب يلا حي، يبقى حاء تحتها ايه؟ كسرت بقي، يبقى احط ايه؟ كسره. يلا نكتب الحاء، نكتبها ازاي يا كيجي؟ شرطه مايله فوق، نايمه فوق اللاين، واعمل بطن كبيره تنزل تحت اللاين، وقلنا بكسره شرطة مايلة تحت الحرف، يبقى الكسرة بتتكتب ازاي؟ شرطة مايلة تحت الحرف. صورة ايه دي يا كيجي؟ نو. بوم. نو. نو صوت حرف ايه؟ نو. نو النون. طيب نو، نو على راسها ايه؟ ضمة بقي، احط ضمة. مين فاكر النون بتتكتب ازاي يا كيجي؟ انا ازاي؟ سنة صغيرة فوق اللاين، تنزل تلف وتطلع تاني وبطنها نقطة، بطنها نقطة. طب والضمة؟ دايرة صغيرة وعامل ايه؟ وزحلقها. دايرة صغيرة وعامل ايه؟ وزحلقها. نجوم. دي صورة ايه دي يا كيجي؟ هنا بيقول لك ايه؟ اكمل الحرف الناقص. نكمل الحرف ايه؟ الناقص. احنا اتفقنا اشكال كل حرف ليه كام شكل؟ ثلاث اشكال. في اول الكلام ماسك في ايد صحابه، وسط الكلمة ما بين حرفين، آخر الكلمة زعلان زعلان. طيب دي صورة إيه يا كيجي؟ بنت. بنت هنا حرف إيه ده؟ ن. ن قلنا إيه اللي بنسكت فيه؟ سكون. طب ن. ن نون، يبقى نون على راسها سكون. النون اللي هنكتبها إزاي؟ وسط الكلمة ما بين حرفين. بنكتبها إزاي ما بين حرفين؟ هنفرد الإيد وأطلع بالسن أحط فيها النقطة، وافرد الايد التانية. بن يبقى على راسها ايه؟ سكون. ده صورة ايه يا جي؟ ماوس. م. م صوت حرف ايه؟ م. م يبقى ميم على راسها ايه؟ ما فتحة. طيب ماوس هنا الميم على راسها في اول ايه يا كيجي؟ اول الكلمة ماسكة في ايه؟ اصحابها. ماسكة في ايه؟ اصحابها. بتتكتب ازاي؟ دايرة صغيرة كده عند اللاين، تمشي 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 تمشي، تمسك في ايد مين؟ أصحابها. الحرف اللي بعديها ماوس. ما. ما. ميم على راسها فتحة. ده صورة ايه؟ حوت. حوت هنا الحاء على راسها ايه؟ حوت. ضمة. الحاء في أول الكلمة قلنا بتتكتب ازاي يا كيجي؟ شرطة مايلة وشرطة نايمة. هاجي كده واعمل شرطة مايلة وشرطة نايمة، تمسك في ايد مين؟ اصحاب. حوت قلنا على راسها ضم دايرة وايه؟ وزحلقة. دي صورة ايه؟ بطة. بطة. با. با يبقى حرف ايه؟ با اللي هي الباء على راسها فتحة عشان فتحت بقي. قلنا الباء هنا فين؟ في أول الكلمة ماسكة في ايد مين؟ اصحابها. بكتبها ازاي في أول الكلمة؟ سنة فوق اللاين اهو، وتفرد ايديها، تمسك في ايد الحرف اللي بعديها، والباقي النقطة فوقيها ولا تحتيها يا كيجي؟ لا تحتيها. طب والفتحة من فوقيها ولا تحتيها؟ لا، يعني الشرطة مايلة فوق الحرف. شرطة مايلة فوق الحرف. النهارده حضرت حرف جديد يا كيجي، حرف الراء. حرف الراء سنة صغيرة وزحلقة. حرف الراء.
حرف ايه؟ الرو. طيب خلينا نشوف يجي مين اصحاب حرف الراء. رو، رم، رو، ريشة، رو، رمان، رو، رجل، رو، رمح، رو، ركبة. يبقى مين اصحاب حرف الراء؟ رم، ريشة، رمان، رجل، رمح، ركبة. يبقى دول اصحاب حرف ايه؟ الراء. بعد الحاء راء، بعد الحاء راء. مين اصحاب حرف الراء؟ رم، ريشة، رمان، رجل، رمح، ركبة. يبقى كده ايه دول اصحاب حرف ايه؟ اصحاب حرف الراء. طيب تعالوا نشوف بقى الراء بتتكتب ازاي. الراء دي يا كيشي احنا اخدنا الحروف الرفاصة، وهي لغاية دلوقتي اخدنا حروف رفاصة الالف. في الالف حروف ايه؟ رفاصة. والراء كمان حروف ايه؟ رفاصة. يعني ايه حروف رفاصة؟ ما تمسكش في ايد اصحابها. تعالوا نشوف الراء بتتكتب ازاي. هي زعلانة زعلانة ازاي؟ اللاين بتاعهم هقف كده فوق اللاين بسنة صغنونة قاعدة سنة وزحلقها. يبقى الراء ازاي؟ سنة وزحلقها. تاني يبقى الراء هنكتبها ازاي؟ سنة فوق اللاين وزحلقها. الزحلق فين يا كيش؟ تحت اللاين. محدش يعملها كده يا كيش غلط. هي سنة صغنونة فوق اللاين وزحلقها تحت ايه؟ اللاين. يبقى سنة صغنونة فوق اللاين وزحلقها تحت اللاين. تاني سنة صغنونة فوق اللاين وزحلقها تحت اللاين. يبقى بعد الحاء راء. مين اصحاب حرف الراء؟ راء ريشة، راء رمل، راء رجل، راء رمان، راء رمح، راء ربة. طيب احنا اتفقنا كل حرف ليه كام صوت؟ ثلاث اصوات. صوت على راسه فتحة، صوت تحتيه كسرة، صوت على راسه ضمة. هنا ننطق اصوات حرف الراء. را، را. يبقى هنا فتحت ايه؟ بقي. احط ايه؟ احط فتحة. يبقى را، را على راسها فتحة. بنكتب الراء ازاي يا كيجي؟ سنة صغيرة فوق اللاين ونزحلقها تحت اللاين. را، را على راسها فتحة. الفتحة بتتكتب ازاي؟ شرطة ميلة فوق الحرف، شرطة ميلة فوق الحرف. طب وفي الصوت التاني اللي تحتيه كسرة؟ ري. يلا نكسر بقنا كده بصوت الحرف. ري، ري. يبقى هنا الراء تحتيها ايه؟ كسرة. بتتكتب ازاي؟ سنة صغيرة فوق اللاين وزحلقها وتحتيها كسرة، تحتيها كسرة. طيب وعندي الصوت التالت اللي انا بضم بقي فيه في صوت الحرف. يلا نضم الراء كده في صوت الحرف. رو، رو. يبقى هنا الراء ايه؟ على راسها ايه؟ يجي ضمة. هنكتبها ازاي؟ سنة صغيرة فوق اللاين ونزحلقها. سنة صغيرة فوق اللاين وايه؟ ونزحلقها. ونضمة ازاي؟ دايرة صغنونة ونزحلقها، دايرة صغنونة ونزحلقها. طيب كده أصوات حرف الراء. را، ري، رو. أصوات حرف الراء. را، ري، رو. طب وعندي السكون. حرف ساكن ما يتحركش. ليه؟ عشان هو ضعيف، لازم قبليه حد قوي زينا يا كيجي. ما ينفعش ننزل لوحدنا، لازم معانا ماما او بابا. ماشي. الراء السكون كده ما بتجيش لوحدها، لازم قبليها ايه؟ يا اما فتحه يا اما كسره يا اما ضمه. طيب تنطق ر ر زي كلمه بر، بر، ر ر. يبقى الراء هنا راء على راسها ايه يا كيجي؟ سكون. السكون لا بيفتح بقي ولا بيكسر بقي ولا ضم بقي، ما بحركش فيه ايه؟ بقي. تاني اصوات حرف الراء. را، را على راسها فتحه. ري، را تحتيها كسره. رو، را على راسها ضمه. ر، قلنا السكون. مين اصحاب را؟ را رم. يبقى را رم، را رجل. طب مين اصحاب ري؟ ري، ريشة، ري، ريشة. طب مين اصحاب رو؟ رو رمان، رو ركبة. يبقى رو رمان، رو ركبة. يبقى مين اصحاب را؟ را اللي هي الراء على راسها فتحة. رمل، رمل. بلاقي صورة رمل يا كيجي الصورة دي احط ايه؟ راء على راسها فتحة، احط راء على راسها فتحة. ولما الاقي صورة رجل، را، را، يبقى الراء على راسها فتحة. طب لما الاقي ريشة، ري، كسرت ايه؟
بق يبقى الراء تحتيها كسره. طيب لما الاقي صوره رمان رو، يلا ننطق مع بعض رمان رو، الراء على راسها ايه كيجي ضمه، ربه رو الراء على راسها ضمه. مش قلنا بقى كل حرف ليه كام شكل؟ ثلاث اشكال. فاول الكلام ماسك ايد صحابه، وسط الكلمه ما بين حرفين، اخر الكلمه زعلان زعلان. الحروف الرقاصه يا كيجي بتمسك في ايد صحابها؟ لا، فاكرين اخذنا ايه حروف رقاصه؟ الالف. يبقى الالف حروف ايه رقاصه؟ يبقى الالف والراء حروف رقاصه. الالف يبقى الحروف الرقاصه، الالف والراء. الالف والراء دي حروف ايه يا كيجي؟ رفاصه. وما حرف الرفاصه كان لسه في حروف تانيه، بس احنا بناخدهم بالترتيب. اخدنا حرف الالف، قلنا الالف في اول الكلمه زي ما هو، والراء برضه في اول الكلمه زي ما هي. يبقى هكتبها ازاي؟ سنه صغيره وزحلقه، دي في اول ايه؟ الكلمه. وسط الكلمه هتبقى بين حرفين؟ لا، عشان هي ما بتمسكش في ايد مين؟ اصحابها. هتبقى ايه؟ زعلانه زعلانه، زعلانه ايه؟ زعلانه. هنكتب الراء ونشد ايديها، وفي اخر الكلمه زعلانه زعلانه، نكتب الراء ونشد ايديها.